اثنين واحد. زين يا موزة، احنا الحين بننزل نزوة وفي المكان والزمان اللي طلبتي انتي، لكن ما خبرتيني ايش تبغي من نزوة. باغلي بوبون فرنسي؟ وي جي بارل فرنسي. الله عليك يا حامد، الرجال نطق كلمة مرة ثانية. قل له اي شيء، قل له. زين زين صبر يا موزة. فيا شك ما تجي في لكول. نو بيا بيا شك متى فوفيا أليكول. والله فكرة زينة إنكم تسجلوا أخبار البلاد للأجيال القادمة. والله إحنا الحين مهتمين بتسجيل أخبار رحلتك هذه. تدرون إن هذه الرحلة أول رحلة لأمريكا؟ نعم. والسفينة كان اسمها سلطانة ومن سفن البحرية العمانية. وليش تركت المحاماة؟ شعرت بأن الوطن يناديني، تركت المحاماة وجئت إلى الهند، وأول شيء دعيت له هو وحدة الهند ووحدة أبناء الهند. بماذا تهمس إليها أيها الرجل؟ أقولها إذا كان هو هذا العالم فالعلماء يتفاهمون مع بعض زين. أقول إذا أنت عالم أنت فاهم مع بعض زين. أنت عالم أيضا؟ طبعا. الله، إيش هالمكان جميل يا حامد. والله ما أدري يا موزة، هذا أجمل مكان شفته بحياتي. تعال نسير شوية، تعال تعال. والله إن ابنة المستكفي تلهو بك، فهي يوماً على ودك وعشقك، وهي في يوم آخر مع غريمك ابن عدوس. السلام عليكم يا أخوة العرب. وعليكم السلام. يا هلا يا هلا، يا مرحبا يا مرحبا، تفضلا تفضلا. بارك يا الله مرحبا فيك. بارك الله فيك، حياك الله. أهلاً وسهلاً يا أم عامر.